السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم دكتورة إسراء عبد الله، MBBS University of Khartoum, MBH University of النيلين. Okay, our presentation today will be about the research proposal and basics of research methodology. By the end of this presentation, and then 10 objectives that you have to achieve. First, I have to identify, select, describe, and state a research topic. Review and present the literature relevant to the research topic. Formulate a proper research title. Write a comprehensive introduction and objectives. Select an appropriate and scientifically sound research design. Define the research area and population. Estimate a proper sample size and choosing acceptable sample technique. Select, formulate, and use the data collection instruments. We will take an overview over the Gantt chart. Okay, the citation will be available to you in a separate video presented by Dr. Martaz Amin. Okay, نبدأ. طيب, to conduct a research في ثلاثة topics أساسية أو ثلاث حاجات أساسية المفروض الزول يخطها في باله. أول حاجة ال issue of the research, topic اللي أنت حتتكلم عنه. طيب, topic ده هل هو major health problem؟ هل هو حاجة مهمة؟ يعني مثلا for example في السودان لو أنا قلت عايز أعمل research about malaria it is an important health issue, وبالتالي ال issue حقي كويس. ال benefit, طيب لو أنا عملت ال research حقي ده حطلع بشره ال benefit, ال results اللي حتطلع دي هل حاجة مثلا حتطبق هستفيد منها ولا حاجة حتكون يعني بس will be added للمكتبة حقتنا وانتهينا. تمام, الحاجة الثالثة بعد ما أنا جبت topics المناسب وقلت والله طلع الريزلت حقتي applicable والناس هتستفيد منها وكده, الحاجة الأخيرة هي الستدي ديزاين. لو أنا عملت الحاجتين الأوائل صح, الإيشو صح, وتأكدت إنه في benefit of the research, واخترت الستدي ديزاين غلط, الريسيرش حقي كله حيكون useless في النهاية. تمام, فالثلاثة حاجات دول مع بعض هما مكملين لبعض to conduct a useful and publishable research. طيب, how to choose a research topic, كيف أنا أختار التوبيك؟ طيب, دي my personal view في الموضوع. أنا بحب إنه الناس تختار الحاجة ال of interest بالنسبة ليها هي, أوكي؟ من ال observation حقك. يعني مثلا أنزل والله example ده بقوله طوال إنك حاين في المستشفى, حسيت إنه والله ال patients there في السودان ال nursing staff مثلا ما بعامل العياني بصورة كويسة, دي كانت ال observation حقي. ال observation دي حسيت بإنه في problem, معناها في مشكلة بتاعت مثلا الـ patient rights في السودان, حقوق المرضى في السودان. تمام, حطيت الحاجة دي في راسي, قام جاني question ليه الحاجة دي موجودة. مثلا من السؤال ده I can formulate a research and to conduct a research to study الحاجة دي. So الموضوع في النهاية بيرجع للـ observation حقتك, الـ area of interest حقتك, أي مشكلة صحية, وكلنا لاقتنا مشاكل صحية في الـ health system عموما في السودان, أي حاجة related to the health في السودان. فانت شوف الحاجه دي وحاول تدرس ليه, طلع منها question عشان تفورميوليت الريسيرش حقك. دي الحاجه الاولى انه كيف تختار التوبيك حقك. اوكي, طيب في كرايتيريا, في ناس قالوا والله في كرايتيريا تو سيلكت ا ريسيرش بروبلم. اول حاجه قال لك انه الريسيرش بروبلم حقتك it have to address a major health problem او major health related issue. اوكي, طيب كيف؟ يعني مثلا for example أنا ما ممكن أضيع 5 مليار 6 مليار to study disease نسبته في population 1%, لأن it's not a major health problem. لو كنت صرفت القروش دي ذاتها to study a disease which is prevalent مثلا في السودان زي like الملاريا وكالازار ولا أي حاجة كنت هستفيد منه أكتر. So you have to choose a topic of important health problem. طيب الحاجة الثانية amenable to solution, يعني بمعنى انه الريسيرش حق ده الحلول حقته دي الحلول اللي حيطلعها والريكومنديشن اللي حيطلعها ممكن تتطبق على ارض الواقع. ما حاجة انا بس بعمل ريسيرش عشان اقول ريكومنديشن مستحيل تتطبق في السودان مثلا for economic reasons for political reasons ولا religious reasons for example. اوكي, فسو لازم يكون البروبلم حقتي amenable to solution. الحاجة الثالثة feasibility. feasibility within the most important part إن هي تكون within the available time حقي. يعني ما ممكن يكون مديني deadline للريسيرش 6 شهور وأنا أعمل ريسيرش محتاج لسنتين عشان يتم. طيب, الحاجة الأخيرة إنه require a reasonable resources.
ودي حاجة الناس بجد ما قاعدة تفكر فيها. يعني أنا إذا أنا عايزة أعمل ريسيرش ومحتاجة فيه مثلا لاب انفستيجيشنز ولا حاجة وأنا ستيودنت، الحاجة دي يعني لوجيكلي وايز إلا يكون شنو يعني أبوي ملياردير وكده، لكن غير كده ريسورسز حقتي ما هتكفي إن أنا أعمل حاجة دي. ف so it's one of the criteria you can exclude the topic of research لأنه أنت you can't afford it، الريسورسز حقتك ما هتكفي إنك تعمل. فدي الكرايتيريا الأساسية. الأخيرة اللي هي cost effective، القروش اللي أنا صرفتها تساوي لحد ما النتيجة رجعت لي، تمام؟ فسو إنه الحاجة تكون major health problem amenable to solution feasible within the available time يكون في reasonable resources وتكون cost effective. طيب ممكن زول إحنا بنتكلم تكون جاء في باله كم topic، أو لو أنا عندي 4-5 topics of research أفاضل بينهم كيف يعني اختار which is which كيف؟ أول حاجة في كرايتيريا معينة تخطها في راسك، تعمل بعدك سكورينج سيستم لكله توبيك فيهم وتشوف الحاجة دي. نمرة واحد الريليفنس، إنه هي ريليفنت للفيلد حقك اللي أنت بتتكلم عنه. يعني ما ممكن أنا أعمل ريسيرش بيورلي مثلا ريليتد للسوشيال ساينس وما عنده علاقة بالطب وأنا ميديكال ستودنت. الحاجة الأولى لازم يكون ريليفنت. الحاجة الثانية لازم يكون فيزيبل، ولما أقول فيزيبل هي within the available time and resources. الحاجة الثالثة political acceptability، it's a very important thing in the sensitive issues، يعني مثلا related للAIDS للFGM للsexual problems، مرات بتلقى political problems في السودان ما بيقبلوا بها، فبالتالي لو research أصلا فيه المشكلة دي وعندك واحدين تانين لا الكرايتيريا حقتهم أحسن يعني you have to quit the research ده. طيب applicability of the results and recommendations، كل ما كان الريزلتس والريكومنديشنز حقتي الابلكيشن حقها اسهل، كل ما كان الاستفاده من الريسيرش حقي اكتر، فبالتالي بدي بوينت للريسيرش اللي بيكون الريزلتس والريكومنديشنز حقته ابليكابل. الحاجه الاخيره الايرجنسي اوف ذا داتا نيدد، يعني لو كان مثلا في اوت بريك حق ديزيز معين وانا جيت عملت ستدي لا علاقه بالديزيز ده، ديفينتلي انا عندي يعني كريدت في الموضوع ده، تمام. طيب الحاجة الأخيرة الإثيكال أكسبتابيليتي، لازم يكون يعني الريسيرش اللي فيها إثيكال بروبلمز، إذا عندك توبيك تاني ما فيه إثيكال بروبلم والسكورس التانية برضو أحسن prefer to be taken. بعدين أنك يعني دوك الأكسبتابيليتي من ناس الـ IRB حق وزارة الصحة بيكون أصعب في المشاكل الحاجات اللي فيها إثيكال بروبلم دي. طيب so 6 criteria relevance feasibility political acceptability applicability of results and recommendations urgency of data and ethical acceptability. حاجات دي تخدها تعمل براك سكورينج سيستم من 1 لـ 6 في كل واحد فيهم وتشوف كل ريسيرش جاب كم من 1 لـ 6، تمام. طيب searching for literature، search for literature احنا هنا ما حنغطي ان how to search، it will be available برضو in a separate video كيف تو سيرش ان جوجل، كيف جوجل سكولر، كيف تو سيرش ان بوب ميد، لكن احنا هنتكلم هنا جنرال عن الموضوع، وعلى الاقل هنشوف احنا هنرتب الحاجات دي كيف في اللابتوب لما انا اجي اشتغل عشان ما اكون جايب. طيب الحاجه الاولى يعني شنو ليتريتشر؟ ليتريتشر ممكن تكون تكست بوك، ممكن تكون جورنال ارتكلز، ممكن تكون ريسيرش ورك، ممكن تكون انترنت ويب سايت او اذرز. طيب الفكره بتاعت السيرش فور ليتريتشر ريفيو عموما ما هي انه انا كوبي بيست من الحاجه اللي انا لقيت فيها المعلومه، الفكرة إنه to read, to revise, to analyze, present the literature حقتي in a relevant way للtopic حقي. بين قوسين إنه أنا أقرأ الكلام أفهمه، يعني أقرأ مثلاً 10 articles فهمت ال 10 articles قصدين شنو، أبدأ أكتب براي to formulate الكلام بطريقتي أنا، لكن في النهاية أعمل citation للناس اللي أنا جبتها منهم الكلام. دي كده acceptable literature review. طيب from where to get the literature؟ ممكن من التكست بوك، يعني for example عايز اتكلم عن الملاريا ما في تكست بوك ما فيه تعريف الملاريا هي شنو، السيمتومز الساينز الكوزس الحاجات دي، تمام. فالتكست بوك دي نمرة واحد. نمرة اثنين from the internet، ولما اتكلم عن انترنت ما بتكلم عن المواقع اللي هي ما scientifically accredible. اوكي نمشي للمواقع اللي هي تديك ريسيرشز على مستوى مثلا جوجل سكولر تديك ريسيرشز كويسة، البوب ميد هو يعني احسن ريسيرشز ever you can get from the internet من البوب ميد. اوكي تاني عندنا الموقع حق ريسيرش جيت برضه فيه published researches دي اللي suggested، لكن ممكن غير المواقع اللي احنا قلناها دي اي governmental website انت ممكن تشيل منه معلومات، لانه في اي research انت ممكن او في الستادي سيتنج او في الستادي اريا بتحتاج تتكلم عن
عن المكان نفسه أو عن المستشفى نفسها، فأنت لو لقيت موقع حكومي للموضوع ده ممكن تعمل citation منه، أي governmental website. طيب الحاجة الأخيرة، المكتبة العامة في وزارة الصحة ولاية الخرطوم بيكون فيها الريسيرشز. الناس ما بتعرف المكتبة دي، لكن anyone is allowed إنه هو يدخل. طيب steps to organize your work. طيب أول حاجة، دي طبعا دي حاجة personal، تمام، دي my own point of view يعني. فأنتوا إذا حابين ترتبوا شغلكم بطريقة ثانية it's okay، لكن دي الطريقة اللي أنا بقترحها عموما للزول عايز يبدأ يدو. طيب أنا قمت فتشت مثلا في البوب ميد ولقيت إن عندي 30 research related للtopic حق ده، تمام. أول حاجة for the sake of إنه إحنا عندنا poor internet connections مرات، try to download كل الارتكلز اللي انت لقيت عن الموضوع ده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما تخش اول حاجة تعاين في الارتكل، بتعاين في الايم او في الاوبجكتيف حق الارتكل عشان تعرف تصنف الارتكل ده في الحتات اللي هنقولها بعد شوية. اوكي، لما عينته I will classify الارتكلز للاتي. طيب هنا اي ارتكل بتفتح اول حاجة بتلقى الابستراكت، ولما تلقى الابستراكت بتلقى اول حاجة الايم هنا، يعني بتلقاها مكتوبة مرات كده في صورة بتاعت عناوين جانبية، ومرات بتكون في صورة بتاعت باراجراف، لكن بتلقى الايم مكتوب، تمام. فانا عاين للايم عشان اشوف الاستدي دي بالظبط studying شنو، عشان يوريني الاوبجكتيف الاساسي حقها. طيب نزلت انا الماتيريال 30 ارتكل حقني، وبقيت بعاين في الاوبجكتيفز حقتي. الاوبجكتيف دي اما تكون relevant للtopic حقي او ما relevant، يعني مثلا بتكلم عن topic بتاع whatever، مثلا بتكلم عن ال reduction of shoulder dislocation في المستشفيات، تمام. انا عايز اشوف الريت حق الاول، مثلا الريت حق السكسس في الريدكشن حق الشولدر ديسلوكيشن في المستشفى. انا شغال في الاورثوبيدي، قررت ان اعمل ريسيرش زي ده عشان اشوف الناس بتعرف تعمل المانوفر دي ولا لا. طيب عينت، نزلت 30، لكن لما جيت عينت في الاوبجكتيف لقيت واحد بيتكلم عن الاسوشيشن حق ما بعرف الدي ان اي الفلان الفلاني بالهايبرتنشن ممكن يعمل لي في النادي سلوك. يعني لقيت الموضوع اصلا ما ريليفنت نهائيا للتوبيك اللي انا بتكلم عنه، بس في كلمه شولدر ديستوشن عشان او شولدر سوري ديسلوكيشن عشان كده قام جاب لي، فبالتالي هاخدته في الحته بتاعت انه نوت ريليفنت، صح. فهقوم ارتب الحاجات النوت ريليفنت كلها في فايل واحد، انا ويل ديليت. اوكي طيب الريليفنت لقيت والله الموضوع بيتكلم عن الشولدر ديسلوكيشن، لكن بتكلم عنه مثلا من ناحية ما بتاعت السكسس ريت حقه في المستشفيات و testing البراكتس حق الناس، لا بتكلم عنه والاسوشيشن حقه with أزمة مثلا for example. ده معناه عنده different objective لكن قريب مني، يعني بتكلم عن الطوبيك حق ذاته لكن different objective. ده ممكن استعمله برضه، هوريكم نستعمل بشنو. واحد تاني لا نفسه بيقيس السكسس ريت حق هنا البروسيدر حق دي، معناها the same objective، تمام. طيب اللي عنده different objective ده ممكن أنا أستعمله in writing an introduction حق دي، هيفيدني شديد حلقة في المعلومات الأساسية، التعريف مثلا ال prevalence الحياة الزي دي economic cost الحياة دي بلقاها فيه، فبالتالي ممكن أستعمله في introduction. اللي عنده same objective you can copy the methodology and by saying copy the methodology I don't mean copy paste، لكن إنه ممكن تعمل نفس تستخدم نفس الميثودولوجيا اللي هم استخدموها لأنه نفس الطبق، تمام. حاجة تانية مهم إنك تستعمله بعدين في الدسكشن، لأن الدسكشن عبارة عن إنك بتقارن الريزلت حقتك بالريزلت حقت الناس التانية، فإذا كان نفس الريسيرش حيكون الريزلت حقتك ممكن تتقارن بيه. طيب حس اخترنا التوبيك حقنا، نزلنا الليتريتشر حقتنا ونظمناها. طيب I want to start writing my proposal. البروبوزل بيتكون من 6 حاجات دي، من الانترودكشن، اوبجكتيف، ميثودولوجي، جانت شارت، بودجيتنج اند ريفرنسينج اند بايبلوجرافي. طيب نبدأ الصفحة الأولى اللي هي التايتل اند فرونت. التايتل يا جماعة لازم يجاوب على 3 حاجات: what, where and when. What is the research is about, where the research will be implemented and when the research is planned to be implemented. لازم يكون فيه 3 الحاجات دي: what, where and when. أي حاجة ناقصة من الثلاثة ديل ما هيكون تايتل صح لبروبوزل. نتكلم عن بروبوزل حسنا ونتكلم عن article. طيب for example مثلا students knowledge attitude and behavior toward HIV northern Ghana 2015. what اللي هو student knowledge and attitude and behavior toward HIV. where northern Ghana when 2015.
طيب تاني نفس الموضوع. What evaluation of a student of a school-based reproductive health education program where in rural southern western Nigeria when 2012. لازم يكون الثلاثة حاجات دي متوفرة. دي هنا example للبيج الأولى في البروبوزل. فوق احنا ذكرنا University of Khartoum Faculty of Medicine Community Department, دي الحتة اللي انت affiliated لها, اللي انت عامل الريسيرش تبعها, الجهة اللي انت عاملها. Proposal on, بعدين التايتل حقنا فيه ثلاثة حاجات. By فلان الفلاني and supervised by فلان الفلاني. في حاجة بس ناقصة هنا في البيج دي, اللي هو you have to write the affiliation حق السوبرفايزر حقك. يعني حتى حقتك انت, يعني مثلا احمد ابراهيم بين قوسين او تحتها تكتب medical student, fifth year medical student. Supervised by علي حسن مثلا associate professor university of كده, تكتب الافليشن حق الزول السوبرفايزر, مهم شيء. طيب task one, you can pause the video and try to write it down yourself, اللي هي انا عايزاكم تكتبوا full research topic من الثلاث حاجات دي. يعني مثلا لو انا قلت لك نمره واحد, if I want to study the attitude of a student towards smoking, عايزك تكتب لي تايتل منها. طيب you want to study the side effects of a new drug on cancer patients, and you want to determine the social barriers that prevent women from using contraceptives. Sorry, so you have, انا عايزاكم تكتبوا 3 titles من الافكار دي. دي الفكره جات في راسك, عايزك تفورمولايت التايتل. You can pause the video and practice it yourself. طيب ده الجزء الاول التايتل حقي. طيب نخش في الثاني. عملت التايتل البيج الاولى, ظبطتها, دي دخلت في الانترودكشن. الانترودكشن يا جماعه ببساطه دي الحاجات اللي هي الانترودكشن جواها في عناوين, في 3 عناوين حنجيهم هسه, لكن عايزين نقول ان الانترودكشن هي عباره عن شو. الانترودكشن ات سمرايز وات وي نو, هي المعلومات الفاكتس الاساسيه اللي قاعده اصلا عن التوبيك ده. طيب الحاجه الثانيه وات وي نيد تو نو, الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها, اند واي وي دونت نو ات. طيب and how you intend to find the answer by your research. Okay, طيب الحاجة اللي احنا عارفينها, نمسك example مثلا بتكلم عن الكالازار. الحاجة اللي احنا عارفينها انه كالازار عبارة عن disease blah blah blah, the causative agent, the symptoms, the signs, الحاجات دي كلها معروفة already. What we need to know مثلا لو في drug resistant حصل جديد, and we need to know the causes حق الحاجة دي مثلا. For example, دي الحاجة اللي we need to know. Why we don't know it, ما في enough researches اتعملت في الموضوع ده, ما كان في أي مثلا economical support من الحكومة عشان يعملوا أصلا مثلا to cover الناس دي. اللهم يعني الحاجة اللي خلت المشكلة, الحاجة المعلومة الخفية عننا ما نقدر نصليها, دي هي why we don't know it, you suggest. الحاجة الأخيرة إنه research حقي أنا هيفيد شنو في إنه يجاوب على السؤال ده. الانترودكشن جواها في 3 عناوين, the background, problem statement and justification. الباكجراوند بتشمل شنو؟ بتشمل definitions, اي definition نتكلم عنه, pathophysiology, الهيستوري حق الحاجة اذا حاجة لها علاقة مثلا FGM, الهيستوري حقه بدا 200 وكده. global burden, الglobal burden بتكلم عن الايكونوميك, the mortality and the morbidity, وفي الباكجراوند بنتكلم عن الglobal ما بنتكلم عن الناشونال. اوكي طيب يعني أي معلومة أساسية عن الموضوع already none بخدها في الباكجراوند. لما أتكلم عن problem statement, problem statement فيه 3 حاجات أو مفروض يوريني الآتي. مفروض يوريني the importance of the issue, مفروض يوريني the problems that may occur if this issue ignored, يوريني the unknown informations that may help in solving the issue. تمام؟ the importance of the issue ممكن نذكر فيه هنا the national burden. يعني قبل في الباك جراوند ذكرنا الجلوبال بيردن, هنا حنذكر الناشونال بيردن لانه عايز اوري المشكله بالضبط الحاصله في البلد اللي انا فيه. تمام, ايكونوميكلي وايز, مورتاليتي اند موربيديتي وايز. اوكي طيب هيحصل شنو لو المشكله بتعتدي اجنورد؟ يعني هنا في البروبلم ستيت محاول اوري انه الموضوع ده مهم لدرجة قول له والله مثلا في الاول والله مثلا ديزيز الفلاني بيقتل لي كده بني ادم, بيكلف الحكومه كذا في السنه. دي الجزء الاول الامبورتنس حق الايشا. A problem that may occur if we ignore the الموضوع ده هيحصل كده, هتزيد المورتاليتي لأي كده, هيحصل لي resistant في الدرج الفلاني كده. دي الحاجة الثانية. The unknown information that may help
solving الايشو حقي مثلا لو احنا عرفنا الحاجه الفلانيه دي على حاجه هتساعد في انه كده وكده. ده تمهيد كله لانه انت تيجي تقول الجستيفيكيشن حقك والامبورتنس حق الريسيرش بتاعك. طيب في برضه we have to mention انه في gray zone ما بين problem statement والجستيفيكيشن، في حاجات ممكن تقولها هنا وهنا الاثنين. طيب الجستيفيكيشن او الراشونال هو to justify logically importance حق الريسيرش حقك in order to convince the supervisor with the importance of research. طيب لما نقول ال justification حق الريسيرش بنقصد تجاوبني على السؤال الآتي: why you want to do this research and what exactly your research will add. Why you want to do this research ما الإجابة بتاعت إنه والله it's a topic of interest بالنسبة لي أو حاجة أنا نفسي أعملها ولا كده، دي scientifically ما sound. أنا عايزة ليه تعملها؟ تقول لي مثلا ما في enough information about الموضوع ده. ليه تعملها؟ لأنه المورتاليتي حقت الموضوع ده عالية وأنا المشكلة بتاعتي ممكن تحله. Whatever justification you have ما لازم تدخل فيها يعني إحساسك في الموضوع ده، ما هتدخله لي إنه أنا والله بحب الطبق ده وكده. دي ما الإجابة على السؤال. إجابة عليه إنه for example إنه ما في information عن الموضوع. طيب what exactly your research will add. أنا الريسيرش حقي will provide information about الحاجة الفلانية. الريسيرش حقي هيدي information can be used as a baseline مثلا to conduct an education sessions and not to increase blah blah blah. The information اللي أنا حوفرها can be used مثلا in improving the quality of the health system blah blah blah. تمام؟ so justification have to answer الحاجتين دول. justification to mention justification هي الحتة الوحيدة اللي أنت بتكتب فيها هنا من غير أي citation، لأنه بتكتب الحاجة اللي أنت شايف. ممكن تكتب citation في حالة هي الحاجة دي برضو فيها جدال زي ما بقوله، فأنت ممكن تعملها ممكن ما تعملها. في ناس ما بيقبلوها خالص، في ناس بيقبلوها إنك to strengthen the important حق الإيشو حقك بإنك تذكر mortality و morbidity data أرقام. دي حاجة جدلية، فأنت ممكن تقولها وممكن ما تقولها. أوكي طيب سو اتكلمنا حسي عن ال background، تكلمنا عن ال background، تكلمنا عن problem statement، عن justification. والفكرة في الكلام هنا إنك أنت لما ترجع تقرأ literature حقتك تعرف تصنف كل واحدة وين. يعني ياتل أنا حاخدتها background وياتل أنا حاخدتها problem statement، والمعلومة ياتل أنا ممكن استعملها استوحاها منها ومن أنا أكتب في justification حقي. طيب task 2 برضو you can pause the video take your time عشان تجاوب على الحاجة دي. طيب لو أنا جبت topic حاجة بعنوان بتكلم عن the practice of patient rights among the physicians and nurses in two Egyptian hospitals from patient's perspective. ده article أنا جبته كده وكانت topic حق قسم بتكلم عنه عن patient rights، فبتفتش في literature لقيت العنوان ده قمت دخلت بقيت أقرأ منه. فواحدة من الحاجات اللي لقيتها إنه of a paragraph لقيت the WHO defines the patient rights as a collection of rights which individuals have in the healthcare providing system in which the healthcare providers are required to observe. لقيت الحاجة دي وعجبتني المعلومة دي. السؤال حاخدتها في حتة في ال introduction، حاخدتها تبع ال background ولا تبع ال justification ولا تبع ال problem statement. طيب في paragraph تاني برضو عجبني: however, there is no study concerning assessing the practice of these rights among us the physicians and nurses from patient perspective. Patients who are the customers are important sources of information for the evaluation of existing health service. الحتة دي هاخدتها وين؟ background, problem statement, justification. طيب you should pause هنا تقرر الحتات اللي انت عايزها عشان الإجابة هديك بعد كده. طيب لو كان عندي survey of women's opinion on FGM a study of patients attending an antenatal clinic. طيب أنا مشيت antenatal clinic وعايز أشوف ال females who are attending an antenatal clinic رأيهم شنو في ال FGM. تمام لقيت برضو ال paragraph وأنا بقرأ في ال article لقيت ال paragraph ده: there has also been an increasing awareness among clinicians and human rights campaigners that understanding the motives behind the socio-cultural elements of FGM may be an avenue toward abandonment of the practice. هتخد الحاجة دي وين؟ you can pause here تقرر and the answer. طيب regarding the same topic
Various reasons have been given for the practice of FGM in these different geographical and cultural settings, ranging from culture, religion, to superstition, I guess so. طيب. في نفس الارتيكل, studies have shown that the practice is still persisting in Nigeria despite an increased awareness and increased general negative attitude toward it. More importantly, the practice of FGM has been documented to be higher in the southeast Nigeria than other parts. The research is conducted already in southeast Nigeria. Pause and try to guess the answer. اوكي كده غطينا الحاجة الثانية. انا كتبت الصفحة الاولى حقتي title, مشيت بعديها كتبت الانترودكشن, كتبت الانترودكشن اللي هو جوال background problem statement justification. حاجة الحاجة البعدية اللي هي الobjectives. طيب الobjectives, as most of us know that انه الobjectives مقسومة لقسمين, general objective and specific objective. الجنرال اوبجكتيف الفكرة العامة حقتها إن it have to be wide enough to cover all the specific objectives that you want to achieve. دي الحاجة الأساسية في الموضوع, تمام؟ طيب ال specific objectives, في ناس they formulate the specific objective in a form of questions, like research questions, وفي ناس بيخطوها in a form of object, a positive sentence. And most common here positive sentence, and I recommend the positive sentence. مثلا for example مثلا to assess the knowledge of students toward الحاجة الفلانية. في ناس ممكن يكتبوا بصيغة بتاع السؤال what is the knowledge of students toward الحاجة الفلانية. من الصيغتين صح, لكن the most common هي the positive sentence. طيب برضو حاجة تانية إنه الناس ما المفروض تستعمل verbs واسعة شديد. يعني to study for example is not acceptable في حتة بتاعت the specific objectives. طيب في كرايتيريا حقت the specific objectives, it have to be specific. لمن اسمها هي specific objective, لازم تكون حاجة specific ما حاجة وايد. لازم تكون حاجة measurable, يعني ما ممكن تخد تلية أنا I want to assess الحاجة الفلانية وما يكون عندها مثلا scale الحاجة دي بتتقاس بها. مثلا لو قلت أنا ال objective حقي to assess the patient satisfaction toward the doctor's behavior regarding a topic الفلاني, ما كان في أصلا scale to measure the satisfaction. كيف أنا حقول الناس دي satisfied ولا moderately satisfied ولا, فهي ما حاجة measurable أصلا, ما ممكن تدخل تاني. تمام. Achievable اللي هي within available time حقك and within available resources حقك. تمام. الحاجة الأخيرة لازم تكون realistic, لازم تكون حاجة دي realistic برضو regarding the resources حقك والtime. دي التوبكس, دي الكرايتيريا الأساسية في الspecific objective. طيب here we have an example للgeneral objective and specific objectives. General objective to study, هنا ممكن استعمل to study ليه؟ لأن general objective صح؟ احنا قلنا general objective have to be wide enough to cover it all. فلما قلت to study فبدخل جواكم مية بتاعت حاجات. To study the knowledge, attitude and practice of hospitalized patients toward their rights in Khartoum North, Ibrahim Malik Omdurman Teaching Hospital, Khartoum State. Specific objective to assess the knowledge of hospitalized patient toward their right, to determine the attitude of hospitalized patient toward their right, to identify the practice of hospitalized patients toward their rights, to assess the existence, accuracy, clarity, and the level. بلا 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 الباقي ده الobjective الأخير ده المعنى فيه إنه أنا أشوف المستشفيات موفرة شنو للناس عشان to increase the awareness حقهم. يعني موفرة بوسترات for example for the patient rights, كتيبات عندهم مكتب بتاع شكاوي ومكتب بيوريك الحاجات دي ولا لا. بالرغم من انه الـ specific objective الاخير ما بالحرف مخطوط فوق, لكن it's covered by saying انه to study the knowledge حق الناس دي, لانه directly affecting the knowledge حق الـ patient, انه مثلا يكون في بوسترات في المستشفى بتتكلم عن patient rights. تمام. طيب task, لو عندي research بتكلم عن knowledge, attitude and practice of female genital mutilation among the doctors and nurses, وأنا قلت لكم إنه general objective حقي to determine the knowledge, attitude and practice of FGM among the doctors, midwives practicing in public secondary and tertiary hospitals. I want you to formulate four specific objectives بنفس الطريقة اللي إحنا قلناها بتاعت specific objective. تمام؟ covering all the criteria.
You can pause, take your time, and formulate the specific objectives. طيب. The methodology. طيب. الميثودولوجي جواها في عناوين، تمام؟ بنتكلم عن الحاجات الأساسية اللي هي study design, the study area, the study population, sample size and sampling technique. تمام؟ دي الحاجات الأساسية المفروض تكون قاعدة في الميثودولوجي. معاها برضو الethical consideration هنا ما مكتوب. طيب الستدي ديزاين عموما في يعني بتلقوا فيه بتلقي classifications كتيرة شديدة للستدي ديزاين، تمام؟ أسهل واحد إنه to classify بأنك تسأل سؤال الستدي ديزاين اللي قدامي ده، هل فيه intervention ولا ما فيه intervention؟ intervention بمعنى أنا عملت أي حاجة للناس ديل، اديتهم drug جديد، سحبت منهم أكل كانوا بيأكلوه، عملت لهم educational sessions، عملت أي حاجة للناس ديل ولا لا؟ ما عملت لهم، ما دخلت أي نفسي في أي intervention. لو في intervention it is an experimental، لو ما في أي intervention وما عملت أي حاجة it is an observational study. طيب experimental study will not be covered في presentation دي. طيب هركز مالي على observational. طيب observation اللي هي ما في أي نوع من أنواع intervention. طيب أوكي قلت دي observational، عايزة تاني to sub-classify الobservation دي. هسأل نفسي سؤال تاني إنه هل الستدي بتاعتي دي الأيم حقها to find any association ما بين حاجتين، عايزة أعرف causative agent، عايزة أعرف العلاقة ما بين risk factor و disease معين، العلاقة ما بين educational session و satisfaction حق العيانين، أي حاجة عايزة ألقى علاقة بين حاجتين طوال بسميها analytical. لو والله ما عايزة ألقى علاقة ما بين حاجتين بس I just want to describe الحاجة اللي أنا شايفة it is descriptive. Okay. الديسكريبتيف جواها في سب كلاسز تانية أو خلينا نقول فورمز جوا الديسكريبتيف، ممكن كلنا نسميها ديسكريبتيف، الكيس ستدي أو كيس ريبورت، كروس سكشنال، إيكولوجيكال. لما أتكلم عن الأناليتيكال عندي الكروس سكشنال والكيس كنترول والكوهرت، دي الحياة المين. طيب الحاجة الملاحظينها هنا إنه الكروس سكشنال ممكن تكون في الديسكريبتيف وممكن تكون في الأناليتيكال الاتنين، ممكن أعمل كروس سكشنال ستدي جست تو ديسكرايب، ممكن أعمل كروس سكشنال ستدي تو فايند ريليشن شيب ما بين حاجتين. الكروس سكشن ستدي بسموها البريفالنس ستدي برضو. طيب it involves the analysis of data collected from population معين at a specific time معين، تمام؟ لو انا جيت للناس ديل الليله واخدت منهم عبيت منهم questionnaires، بكره لو جيتهم ممكن تكون الاجابات حقتهم مختلفه. الفكره انه الكروس سكشن ستدي ما بتعبر عن حاجه اكثر من الوقت اللي انت عملت فيه الريزلت، عملت فيه الاستدي حقتك. عشان كده الناس بتشيل وتعيد في الكروس سكشن ستاديز، وممكن انت الستدي يكون نفسها معموله 2015 انا اجي اعملها في 2017 لان بوبوليشن مختلفين، ممكن القى حاجه ثانيه، ممكن القى ريزلتس مختلفه عن الحاجه اللي عملوها الناس اللي قبلي. عشان كده الناس بتعيد التوبكس حقت الكروس سكشن ستادي كتير، انا بتعبر بس عن التايم اللي هي فيه. طيب قلنا ممكن تكون ديسكريبتيف وممكن تكون اناليتيكال. لما اقول ديسكريبتيف ستادي يو جاست سمبلي ريكورد الانفورميشن ذات يو اوبزرف في الجروب that you are examining. Okay. مثلا for example لو أخذت random sample of schools across London ممكن استعملها، ممكن random أخذت 6 مدارس مثلا في لندن، عايز أشوف ال prevalence حق الأزمة among الناس اللي عمرهم 12 ل 14 years old. هي قلنا اسمها الثاني prevalent study حقتي، صح؟ فأنا 6 مدارس دي همشي أشوف ال prevalent حق الناس، يعني منو اللي عنده أزمة عمره 12 ل 14 سنة، خلاص كده I just describe الحين. ممكن أشوف risk factors مثلا associated معه، ممكن أشوف أي حاجة تانية، لكن في النهاية ما عايز ألقى علاقة ما بين حاجتين. An analytical cross-sectional study it is used to generate an informations about the existence of association ما بين الاثنين. هي ما بتوريك for sure إنه there is an association، لأنه associate it suggests a hypothesis معين and the hypothesis should be tested بعدين بcase control أو cohort study. طيب ناخد example association between the prevalent of TB stigma and the defaulting rate. defaulting rate يعني الناس يبطلوا ياخدوا العلاج من المركز ليه؟ لأنه في TB stigma مثلا، ده سؤال إنه بجد الناس ما بيجوا المركز عشان stigma حق TB، فزول قال خلاص أنا أعمل study أشوف association ما بين الحاجتين ده، كده بتكون analytical study. advantage عموما حق cross section study إنها هي cheaper، ما فيها follow up، feasible، relatively بتاخد short time، ممكن استعملها to estimate the prevalence rate، تمام؟
في advantages كثيرة. You can take it, you can pause and take it. Okay, regarding the disadvantage, for example, the recall bias. Recall bias, الناس أنا حسي هسألهم على risk factor لو 10 سنين أو لو أي حاجة، ممكن ما ال informations اللي بدوني لها إذا بتعتمد على الذاكرة حقتهم ممكن تكون مشكلة. تمام. cannot measure the incidence of the disease. دي حاجة مهمة، إنه ما بقدر أقيس بها ال incidence، لأنه ال incidence هو هو new cases, the number of the new cases over the time. فأنت بتعمل already في ناس خلاص كده، ممكن تشوف بها ال prevalence لكن ما ممكن تشوف بها ال incidence لأنه ما في follow up. طيب example هنا، a questionnaire was sent to 500 individuals aged over 65 years selected from attendants at a single medical clinic. They were asked about whether they had fallen in the house or in the home during the past month. In addition, information was collected on general health, current medications, and aspects about layout of their house. So, مشى clinic. في 500 زول كانوا في الكلينيك عمرهم أكثر من 65 سنة، سألهم من حياة الآتية، سألهم إنه الجنرال هيلث حقتهم كيف، الميديكيشنز اللي بياخدوا فيها كيف، هي شنو اللي أوت حق البيت، فيه سلم فيه سجاد سيراميك، وسألهم عن معدل الوقعات اللي وقعوها هم في الشهر الفات، يعني هل أنت وقعت قبل كده، زلقت في الوطا وقعت ولا لا. طيب الانفستيجيتر قال لك wish to determine the one month period prevalence of the falls. ممكن صح، هما سأل الناس دي already انتوا وقعتوا قبل كده، هيشوف ال prevalence حق الناس اللي قالوا انهم وقعوا مثلا في الشهر اللي فات within one month. طيب الحاجة التانية عايز يشوفها انه whether there was any relation between the falling and the risk factors about which the information was collected. The risk factors هنا القصد اللي هي انه مثلا في علاقة ما بين الوقعات وال current medications اللي طول بياخدها، في علاقة ما بين الوقعات وال general health حقه، وفي علاقة ما بين معدل السقوط حقهم وال layout حقه. في النهاية at the end الزول ده عايز يشوف relationship ما بين حاجتين، فبالتالي هي analytical cross section study ما descriptive بس. طيب الحاجة اللي بعديها ال case control study. ال case control study كالآتي، أنا جبت ناس هما مين اسمها في case وفي control، جبت ناس عندهم ال disease حقيني اللي هما ال cases، وفي ناس ما عندهم ال disease حقيني اللي هما ال controls. طيب جبت الجروبين دول هعمل شنو؟ هسألهم انتوا زمان كنتوا بتستعملوا الحاجة الفلانية اللي هي الريسك فاكتور اللي انا خدته في راسي. طيب فور اكزامبل جبت ناس عندهم الاكزامبل الشهير زي ما بيقولوا اللي هم سي اي لونج، وناس ما عندهم سي اي لونج، قمت سألتهم من السيجرت سموكينج. في الكيسز حق الناس اللي عندهم سي اي لونج في ناس منهم بيسجلوا وناس ما بيسجلوا، فبالتالي في الكيسز في ناس اكسبوزد وفي ناس ما اكسبوزد، في ناس سجلوا وفي ناس ما سجلوا. في الكنترولز نفس الحكاية، في ناس منهم حيكونوا سجلوا وفي ناس ما بيسجلوا. تمام. بعدين بالستاتستيك، الستاتستيك اللي بالاود ريشيو بالريلاتيف ريسك اللي هو فيهم الاثنين كيس كنترول والكوهورت، بقدر اعرف في اسوشيشن ما بين حاجتين دول ولا لا. سو ما في فولو اب، والناس دي انا بسالهم عن الحاجه اللي فاتت. تمام. دي الفكره الاساسيه، الفرق ما بينه وبين الكوهورت ستدي. طيب it's used to test the hypothesis. قلنا قبل مثلا الاناليتيكال كروس سيكشن اللي بتطلع عليها hypothesis، لكن you have to test it. ممكن انا to test it بال الكيس كنترول. تمام. الفكره الدايركشن از باكورد، لانه فروم ذا افكت تو ذا كوز، لانه انا بسال الناس دي حسي الافكت اللي هو الديزيز حق الكوز الحاجه سببته، بسالهم حسي من من المسبب حق المرض انا اخذته في راسي كانوا بيستعملوه زمان، في بيسموها باكورد، تمشي لك باكورد ما زي الكوهورت ستدي. طيب عشان تو كوندكت ا سكسسفول كيس كنترول ستدي you have to identify the causes حقنا. حاجة تانية to identify the controls sorry cases حقنا، identify the cases identify the controls. بعدين you have to compare ما بينه. ال case control study يعني حاجة من ال to mention ما صعبة يا جماعة، ممكن تتعمل، it's easily to be conducted، لكن عايزاك بس تاخد من الأول criteria كويسة لل selection حق ال cases ولل selection حق ال controls. والحاجة دي ممكن انت تستشير فيها ناس clinicians في الطبق اللي انت بتتكلم عنه. تمام. It's easy to be conducted وفي students they have conducted a successful case control studies valid أكتر من ال cross section study. عايزين نمشي شوية من ال cross section study الناس تفكر في research designs تانية. طيب ال steps to conduct a case control study، نمرة واحد to select the cases حقني، دي الحاجة المهمة to select the cases و to select the controls. لو عملت الاثنين ده صح ال study حقتك هتكون كويسة.
matching of cases and controls، هنتكلم عن النقطة دي، measurement of the exposure في ال cases وفي ال controls، to analyze the collected data وبعدين to interpret the results حقنا. طيب selection of the cases، selection of the cases يا جماعة دي حاجة مهمة شديد، اللي هو لازم ال cases حقنك يكونوا fulfilling ال criteria، selection criteria حقتك كلها. بمعنى انه زي ما الكتاب بيقول، يعني شنو زول عنده ملاريا، يعني الزول اللي لقوا في البلود فيلم الثيك بلود فيلم حقه عنده ملاريا، مش الاي سي تي فور اكزامبل. يعني شنو زول عنده بريس كانسر، زول عنده بريس كانسر دي الزول اللي اخذوا منها بايوبسي وطلع بالهيستوباثولوجي الزول ده عنده الحاله الفلانيه، ما على الكلينيكال دايجنوس، ما الكلام المكتوب في الفايل، الكلام المكتوب في المرجع. دي تكون السلكشن كرايتيريا حقتك للكيسز. ممكن يكونوا كيس خاطينا كويري في المستشفى كده تلقى استفهام انه الزول ده ممكن يكون عنده سي اس تومك لكن ما اخذوا منه بايوبسي، اذا ما اخذوا منه بايوبسي انا ما بقدر ادخله في الكيسز حقني. طيب نجي للكنترولز، الكنترولز اسهل من الكيسز لكن في كرايتيريا معينه هنتكلم عنها في الماتشنج. طيب ممكن تجيبه من وين؟ ممكن تجيبه من الهوسبيتالز، لو انا بتكلم عن الديزيز حقني له علاقه بالاورثوبيديك، كان بيتكلم عن مثلا فراكشر نيك اوف فيمر والريسك فاكتورز حقته. طيب اوكي جبتها، دخلت الاورثوبيديك، اخترت الكيسز حقني، ممكن اطلع من عنبر الاورثوبيديك اخش عنبر الميديسن، كلهم ناس ما عندهم اورثوبيديك بروبلم، ممكن اختار منهم الكنترولز حقني. تمام، ممكن يكون من الريليتيفز، الريليتيفز حاله الوحيده ما ممكن يكون من الريليتيفز في حالتين انه الديزيز يكون له علاقه بالجينز، ما ممكن تاخد كنترولز من الريليتيفز. ممكن يكون من نيبرهود، ممكن يكون من الجنرال بوبوليشن. الايزيست وان اي جس لنا اللي هو الهوسبيتال. طيب الماتشنج، الماتشنج الفكرة شنو؟ انه انا مثلا عندي تو جروبس، قلنا حق الأورثوبيدي كده. طيب جيت الناس اللي دخلت في عنبر الأورثوبيدي، الناس اللي عندهم فراكشر نيك وفيمر في الأورثوبيدي كلهم عمرهم اكتر من 50 سنة، مشيت طلعت دخلت عنبر قول عنبر الجي اي تي، اخترت منه الكنترولز حقني، طلع الكنترولز حقني كلهم اعماره ما بين 30 ل 20 سنة. It doesn't make any sense ان انا اقارن ما بين الجروبين ديل، عشان كده قاموا عملوا الماتشنج، قالوا يا جماعة طيب انتوا لو عايزين تقارنوا تقارنوا ما بين جروبين على الأقل بيشبهوا بعض، عشان بعدين لما تيجي تقول لي الريزلت حقت دي تكون valid وتmake sense بالنسبة لي. عشان كده عملوا process of matching. طيب الماتشنج عنده أنواع، في حاجة اسمها الكاليبر ماتشنج. كاليبر ماتشنج اللي هو بخد رينج معين specific distance معين، بقول مثلا for example للأيج، بقول والله الناس اللي بيخشوا قبل الاكزامبل حقنا 50 سنة، هقول الناس اللي بيخشوا في الستدي حقتي سواء cases أو controls مفروض يكونوا ما بين 40 ل 50 سنة. فأي زول within the range حق ذا بدخل في الستدي بتاعتي، من 40 ل 50 سنة هدخله في الستدي حقتي. تمام، الناس الأكبر من كده بكتير وأقل من كده ما هدخلهم، عشان المقارنة حقتي تكون شوية valid. الحاجة الثانية الجروب ماتشنج أو الفريكونسي ماتشنج، لو أنا عينت للcases حقني وطلعوا 40% منهم females و60% منهم males، معناها الكنترولز حقني يكونوا 40% منهم females و60% منهم males. فكرة هنا general، يعني لاحظتوا ما في حاجة individualize في جروب كامل، يعني frequency حقت حاجة معينة أنا عايز أكررها في الجروب حق الكنترول، مثلا males females الage مثلا، دخلت عينت والله لقيت إنه الكيسز حقني 30% منهم أعمارهم تحت 20 سنة، 40% منهم أعمارهم ما بين 20 ل 40 سنة، والباقين أكتر من 40 سنة. حاجة أقول والله أنا عايزة كنترولز عندهم نفس الصفات دي، 20% منهم أقل من 20، 30% منهم أقل من 20 سنة، 40% منهم ما بين 20 ل 40 سنة، والباقين أكتر من كده. نفس الكرايتيريا بتطبقها في الكنترولز. الانديفيديو والماتشنج دي بتمسك زول زول واحد واحد. الحاجة دي صعبة لكن هي الموست فاليد، الموست فاليد ريزلت بتيجي من الانديفيديوال ماتشنج. اوكي، بمعنى انا دخلت في الكيسز عينته والله لقيت عندي زول يانج عمره 35 سنة، البودي ماس حق البودي ماس اندكس حقه كده، اند هي كوكيزيان. اجي اقول عايزه في الكنترول واحد بيشبه كوكيزيان عمره 35 سنة، البودي ماس اندكس يكون قريب من البودي ماس اندكس حقه، فانا بمسكهم واحد واحد عشان تنشور انه الموضوع ده ممكن اقارنه ببعض. فدي الثلاث انواع عموما حقت الكاليبر الناس بتعملوها. ممكن تستعمل كم واحد مع بعض to mix it مع بعض، مثلا الايج عايز اعمله كاليبر ماتشنج لكن السكس عايز اعمله جروب ماتشنج فور اكزامبل، اتس اب تو يو، ممكن تخلطهم كلهم مع بعض يعني. طيب البايس، المشكله بتاعت البايس في الكيس كنترول ستدي، في ريكول بايس،
في ريكول بايس، واكتر حاجه يمكن مشكله هي ريكول بايس، لانه انت بتسال الناس عن حاجه زمان، يعني انت 20 سنه اللي فاتت سجلتها يمكن يكون سجل وما بيذكر الفريكونسي حقت، يعني السيجر سموكينج ذاته ما حيكون مذكر لك، يسموك كم باك في اليوم ما حيذكر لك الحاجات دي. فاكبر مشكله هي الريكول بايس. الحاجه الثانيه الداتا كولكشن بايس، في حاجه بتيجي من الداتا كولكتر نفسه، لانه بيقوم يسال، هو عارف انه الكيسز منو والكنترولز منو، فحيقوم يسال الكيسز بذمه وضمير ويسالهم عن كل الحاجات، لكن ما يسال لك كنترولز بنفس الطريقه، يمشيهم بس. السيلكشن بايس، the selection of the controls is based on the assumption that they represent the population from which the cases arise. دي بتبقى مشكله في انه انا ما اخترت الكنترولز حقني صح. طيب دي عموما الكيس كنترول ستدي. نيجي للكوهورت ستدي. الكوهورت ستدي الفكره فيه ان انا حجيب ناس عندهم الريسك فاكتور وتابعهم لحد ما يجيهم الديزيز، واحدين سيجرت سموكرز واحدين ما سيجرت سموكرز. الليلة 2017 انا هتابع الناس دي لمدة 10 سنين لحد 2027، تمام؟ بعدك حاجه اشوف انه الناس ديل ما حخليهم، حيكون معي في فولو اب كل سنه وكله كده. الفكره انه لما اوصل 2027 حاسب كم زول من الناس اللي سموكر جاهم، كم زول من الناس اللي سموكرز جاهم الديزيز، وكم من الناس سموكرز جاهم الديزيز. بعدين بحسب، بعرف اشوف الاسوسيشن ما بيناتهم يعني ستاتستيك وايز، بعدين بتتعامل، تمام؟ بس هو الفكره انه قبل قلنا الكيس كنترول كانت باكورد دي اون وورد، اوكي، اللي هي من الريسك فاكتور حقي للديزيز. طيب في 3 انواع من الكوهورت ستدي، عندنا ذا بروسبكتيف كوهورت، وعندنا ريتروسبكتيف كوهورت، وعندنا ريترو بروسبكتيف كوهورت. هنيجي نشوفه. طيب البروسبكتيف كوهورت ستدي الفكره هي دي سمبل اللي احنا شرحناه قبل شويه، انه انا هجيب ناس هتابعهم لمدة 10 سنين، مثلا كل شهر انا بعمل لهم كلينيكال اكزامينيشن، بتابعهم 10 سنين بشوف بعد ذاك البريفلنس حق الديزيز فيهم. retrospective، اول ما اقول retrospective cohort study I mean documents. documents اذا اي سيناريو في الدنيا ما فيه document ده مستحيل يكون retrospective cohort study. الفكره فيه كالاتي، تخيل معي انك انت you are jumping on time، رجعت بآلة الزمن 10 سنين لورا من الليله 2007، في دوله كان فيها والله records قاعده حقت كل العيانين، في فايل صحيه documented لاي زول، شلت 50 زول وشفت الفايل حقتهم في 2007، انا رجعت ورا بقلت الزمن مسكت الفايل ب 2007، حاجة اتابع بالفايل عبر السنين الناس اللي حصل لهم شنو، تمام؟ الناس اللي انا بتابع فيهم هم ذاتهم فيهم سموكرز فيهم نون سموكرز، يعني كاني بديت الاستودي من اول، يعني عندي الريسك فاكتور حقهم، جبت فوايل بتاعت ناس في 2007 في ناس منهم سموكرز ناس ما سموكرز وتابعتهم عبر السنين دي. بس اكتشفته في 2008 حصل لهم شنو، 2009 حصل لهم شنو، 2010 بلا بلا، لحد اللحظة اللي أنا واقفة فيها هسه لحد 2017. سو كأنه أنا عملت الاستدي بتاعتي وأنا قاعدة في مكتب، بس it's a cohort study، لكن أنا عندي records that cover all the information that I need through الفترة بتاعت العشر سنين، تمام؟ فسو أي retrospective study مفروض تتعامل في حتة فيها documentation كويس. طيب لما انا اقوم اعمل الحركه دي، اجيب الناس من 2007 لحد 2017 واقوم اقول والله همسكهم تاني من 2017 لحد 2027، انا دمجت الاثنين مع بعض، دي بيسمى الامبي دايركشنال كوهورت ستدي او ريترو بروسبكتيف كوهورت ستدي. طيب الستاندرد بروسيدر تو كوندكت كوهورت ستدي، نمره واحد لازم تكون عندك انكلوجن اند اكسكلوجن كرايتيريا مهمه، ودي اهم حاجه في الكوهورت ستدي. الانكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا حقتك لازم تكون مهمة. الحاجة الثانية تعمل استيميشن صح للسامبل سايز، كولكت الانفورميشنز من الناس اللي عندهم الاكسبوجر والناس اللي ما عندهم الاكسبوجر بنفس الفريكونسي وبنفس الطريقة، يو فولو اب بوث اوف ذم الاكسبوجر والنون اكسبوجر، بعدين تقارن الانسيدنس حقهم. هنا بقدر احسب انسيدنس لانه انا اوريدي ماشي مع الناس دي عبر الزمن، فبعرف النيو كيسز اللي حصلت within التايم حقي. طيب السورس اوف بايس في الكوهورت ستدي، عندك نمرة واحدة selection bias، surveillance bias، information bias، misclassification، attrition bias and bias in the analysis. selection bias من الأول أنا الاختيار بتاعي للسامبل كان غلط، inclusion exclusion criteria حقتي ما كانت واضحة. الحاجة ذاتها ممكن تعمل لي misclassification لو مثلا نحن بنتكلم عن cigarette smoking في النهاية بيأدي لي CA lung ولا لأ، أجيب زول حسي أسأله أنت سموكر يقول لي لأ أنا ما سموكر، أدخله في الجروب، بعد ما أدخله
في جروب النون سموكرز النون اكسبوزد، اقوم اكتشف ان الزول ده كان بيسجل قبل 10 سنين and he quit. ده مس كلاسيفيكيشن. فهي السلكشن والمس كلاسيفيكيشن بتيجي من فكره انه ما عندك انكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا كويسه. سيرفيلانس انه يكون في مشكله في انه يعني مثلا انا زول عارف انه ده الاكسبوز ده انا ناس الاكسبوز ده الناس بيسجلوا، اجي اعمل لهم اكزامينشن فول رهيب كل شهر، لكن الناس النون اكسبوز كلفيتهم في الموضوع، او اعمل لهم فول اب كل شهرين ما كل شهر. تمام. الانفورميشن بايس تيجي مشكله في انه ممكن يكون عندك نون ريسبونس من الناس حقينك ذاته، يعني ممكن انا اعمل كوهورت ستدي جاست باي ايميل، انه انا ايميل الناس وهم يرجعوا يردوا لي بالايميل، لو ما ردوا لي بالايميل ده بتبقى انفورميشن بايس. اتريجن بايس الناس دي بيزهجوا خلاص، تابع فيهم لمده 4-5 سنين يقوم يقول لك وي كويت خلاص ما عايزين، او الزول مثلا يموت. تمام. ده الزول طالع برا الاستدي حقتك في النهايه. طيب او بايس بالاناليسيس اوف ذا داتا. طيب to sum up the study design نقول in general classification بنعمله كيف؟ قلنا نمرة واحد الزول عنده أي intervention ولا ما عنده intervention. ما عنده intervention دي observation study عنده it's an experimental study. طيب نجي نمسك ال observation do you want to test any hypothesis أو do you want to find any relationship ما بين حاجتين؟ yes it's an analytical study no it's a descriptive study. task 4. طيب task 4 I want you to identify the study design. okay. طيب a new drug for treatment of cutaneous leishmaniasis was tested for efficacy. during the first 3 months 200 patients were randomly allocated as experimental and control group. the study was stopped for 3 months after which the experiment group replaces the control group and vice versa for another 3 months. The study design ليش نو؟ pause take your time and you'll find the answer. It's an RCT it's an experimental study. احنا ما شرحنا ال RCT لكن هي نوع من experimental study. فلو قلت experimental study consider your answer as right. okay. طيب in a small pilot study 12 women with endometrial carcinoma and 12 women with no apparent disease were contacted and asked whether they ever used estrogen. Each woman with cancer was matched by age, race, weight, and parity to a woman without a disease. Pause, take your time and you'll find the answer. Okay. A study was conducted of all nurses employed in Khartoum Teaching Hospital. Standardized administered questionnaire was used to collect data about the job satisfaction, ethical aspects of the job, and future prospects. Pause. Representative sample of residents were telephoned and asked how much they exercise each week and whether they are currently having a heart disease or diagnosed before with a heart disease. The researcher in this research, he want to find any association between the exercise and heart disease. Pause and try to guess the answer.